شوفي نانسي، اسمعيني كتير منيح، لأنه بدي حاكيكي كلمتين دو مو ان فرانسي. بدي اياك تحطيهم حلقة بإذنك. إذا بيطلع من تمك حرف هيك ولا هيك، رافع عليكي دعوة تشهير ما تطلعي منها بخمستعشر سنة. سميحة، أنت ساعتها هتدافع عني صح؟ باركولي صبايا، على شو؟ ايه هتقولي ان الكمبيوتر اختارك انت كمان؟ لا بقى، هو انت ورايا ورايا في كل حتة؟ سامر خطبني. شو؟ لا قلتي لي احساسك ابدا ما بيخيب. ما الف مبروك. أنسى سارة؟ يا أهلين يا لطيف، شو بنت حلال؟ هلأ كنت عم بقول وين الأنسى سارة؟ نازل لك فيلم رومانسي جديد بفلج فلج بسرعة سرعة. يا ما بدي أفلام. وعلى فكرة نهايته مو حزينة، نهايته بتقطع القلب، تذبح ذبح، البطل بيموت. إن شاء الله من تمك لبواب السماء يا قيصر. تاخدي لك نسختين ليك ولتين؟ لا تيمو، لبقى أجيب لي سيرته هي أولا، وثانيا بدي ضبط لي سيدي على كيف كيفك. ايه تكرم عينك، بس قلي لي شو اللون اللي بدك اياه، يعني شو المناسبه؟ غدر وخيانه ولدنة حرام وكذب وخداع وغش وكل شيء. وتجوريح؟ لا بردورة عاد هلا وقت مزحك. ايه بس قلي لي، يعني هي الضحيه مره ولا رجال؟ طبعا مره. ايه خلص وصلتي، عندك ايهاب توفيق، عندك هاني شاكر، عندك ماري سليمان، لو بتضل تصلي شهر عندك كذبك حلو ملهم شي في الطيه. وبدي عاصي الحلاني يا ناكر المعروف. عندي إلك خبر عاجل وحصري. خير يا حبة اللقوز. ميديا فسخت خطبطة على فادي. لا لا والله زعلتني، أنا كتير كتير كنت مطمن على مستقبل بنتي مع هالشاب. أقل شي أقل شي بفهم بالسماك. ألو، أهلين ميدو، كيفك أختي؟ إن شاء الله ألف مبروك. إمتى رح تجيبي لنتعرف علي؟ ايه هلا هلا بخبر ابوكي. يلا حبيبتي مع السلامه. خبر حصري وجديد، ميديا انخطبت. لمين؟ لفادي؟ لا هالمره واقعه مرتبه. مين هذا بقى؟ انخطبت لسامر مدير المحطه الفضائيه اللي بتشتغل فيها. اسمعوا له وحيد، نحن ما لازم نضل هيك ساكتين وقاعدين، لازم نطمن على مستقبل اختك ونعرف وين هذا شو استقاه. يا ابو مو لازم نرجع عمي من عند خالي بمناسبة هالخبرية؟ تعرف لك وحيد